الشرف، النزاهة، العدالة والرجولة، جميعها صفات نبيلة لم تكن لها لتغيب عن منتسبي القوات المسلحة والأمن وحملة الزي العسكري الذي استبيح شرفه على أيدي عصابات المخلوع وميليشياته. ففي بلد كاليمن فإن الحديث عن التقطع ليس بالمستغرب، لكن الكارثة هنا تكمن في أن يكون مرتكبيها هم أنفسهم من يفترض بهم حماية الطرقات وتأمينها. فغالبا ما يشكو سائق الناقلات من تعرضهم للابتزاز على أيدي بعض النقاط العسكرية وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لهم بصورة غير قانونية. يعني ابتزاز الكثير من الأموال، الكثير من الفلوس في كل نقطة أمنية، يعني من 10 إلى 20، ما يقارب من 10 إلى 15 ألف إلى 20 ألف. لكن تلك التصرفات المهينة لشرف المؤسسة العسكرية لم تعد موجودة في حضرموت، على الأقل في المناطق التي تنتشر بها قوات النخبة الحضرمية، حيث يقول سائق الناقلات إنهم لا يجبرون على دفع أي مبالغ مالية للنقاط التابعة للمنطقة العسكرية الثانية، فيما يضطرون إلى فعل ذلك مكرهين في تلك التي لا تخضع لها، ابتداء من مناطق الوادي ومرورا بمحافظتي مأرب والجوف. يعني احنا نتحرك من هنا ما نصرف ولا ريال من هنا الى قهوه بن عيفان، ولا نصرف اي ريال، يعني لا يبتزون ولا اي ريال من هنا لما نوصل بن عيفان، وبن عيفان الى مأرب. يعني الان في راسك تدفع 10 ألف والله ماشي، ولا تجلس هناك تتضح يوما 3 أيام، ولا يحجزك ولا يرمي عليك، ولا المهم مشاكل لما نوصل مأرب، ومن بعد مأرب يعني مخارجه. بروز هذه المواقف المشرفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية من أبناء حضرموت دفعت بنقابة سائقي الناقلات البترولية إلى تنفيذ وقفة شكر للتعبير عن امتنانها وتقديرها للنزاهة العالية التي يتمتعون بها. وبقدر ما تمثله هذه الوقفة من إشادة، هي أيضا بمثابة دعوة للسلطات في محافظتي مأرب والجوف إلى الاقتداء بحضرموت التي استطاعت أن تثبت حضور الدولة وتعيد العلاقة بين الجندي والمواطن إلى مسارها الصحيح. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.